في العاشر من ديسمبر عام 1934 ميلاد عالم الوراثة الأمريكي هاوارد تامان، ولد في ولاية فيلادلفيا، وفي عام 1975 حصل على جائزة نوبل في الطب. وقد تشارك الجائزة مع عالم الفيروسات الإيطالي ريناتو دالبيكا وعالم الأحياء الأمريكي ديفيد بالتيمور، وذلك تقديراً لقيامهم باكتشاف إنزيم النسخ العكسي، وهو الإنزيم الضروري لتكرار الفيروس المرتد. توفي عالم الوراثة الأمريكي هاوارد تامان عن عمر يناهز 59 عاماً.